ربما كانت أكثر مباراة نهائية باهتة في تاريخ كأس العالم. تراجعت الأرجنتين بنتيجة 0-1 وبدون أن تحاول تسديد نحو المرمى بالمرة. عند انتهاء المباراة ترك دييغو وهو يبكي عند خط التماس، فيما كان يسمع صرخات الاستهجان من قبل الحشود التي كانت تطالبه بالخروج من الملعب. هزمنا في المباراة النهائية من كأس العالم لعام 1990، وأتذكر بأنه بدأ بالبكاء. قلت له أن لم يكن بمقدورنا عمل أي شيء آخر، لكنه لم يستطع التوقف عن البكاء. قال لي رجل كان يعمل مع شبكة التلفزيون بأنه كان عليهم البدء، لأنك تعرف بأن لديهم وقت مقرر لكل شيء، إلا أن دييغو لم يتمكن من التوقف عن البكاء، لذا طلبت منه في النهاية الخروج إلى حفل توزيع الجوائز. كان بإمكانك أن تدرك في تلك اللحظة الفرق بين الحصول على الميدالية الفضية والميدالية الذهبية، على الرغم من أنها كانت نتيجة كبيرة لكرة القدم الأرجنتينية في الوصول إلى المباراة النهائية في كأس العالم مرة أخرى، إلا أنه كان هناك فرق كبير بين المركزين الأول والثاني، ذلك كان سبب دموع دييغو.